البحر يذكرني بمواجهة الحياة. كان يفكر بعد ما يلعب كيف تركبت هذه اللعبة، كيف تكونت. كنت من المتفوقين، يعني دائما الأول على الفصل. عندي كان رغبة في المغامرة وتحقيق هدف أعلى. We're super excited to have him on board to help make that happen. بدون أدنى شك نجح. نجح أن يكون سفيراً للمملكة بامتياز. احتضنت قرية الجارودية طفولة الدكتور علي الجارودي اللي عاش حياة بسيطة في منطقة زراعية. كان التعليم هو الحل الأمثل لمستقبل أفضل. بعد تخرجه من الثانوية ما توفق أنه يدخل كلية الطب اللي كان يحلم فيها عمره كله، فقرر أنه يتخصص في هندسة الأنظمة الصناعية. أنا نشأت في قرية الجارودية محافظة القطيف، قرية صغيرة منطقة زراعية قريبة من البحر. الحياة كانت بسيطة وجميلة. لما كنا أطفال الوالد كان يطلع معانا كل عطلة أسبوع على البحر يمارس هواية الصيد. مع الوقت ولما كبرت دخلت مرحلة الثانوي ومرحلة الجامعة صرت أمارس نفس الهواية بس مع أصدقاء المدرسة وأصدقاء الجامعة. بعد المدرسة كنت أقضي معظم وقتي في مزرعة جدي، أطلع بالدراجة الهوائية أتمشى مع أصحابي مع أولاد عمي. فترة كانت جدا جميلة وبسيطة الحياة كانت. بحكم ان انا وعلي من نفس الجيل، انا عمت علي، فقضينا طفولتنا سوا. كنا نركب العاب البازل وكنا نركبها بالضبط، فكان يفكر بعد ما يلعب كيف تركبت هذه اللعبة، كيف تكونت، مثلا جسدناها في الواقع هذا البيت كيف بيكون. مثلا قرية الجارودية هادئة وأيضاً تتميز بطيبة تربتها، يعني خصبة. هذه الصفات انعكست على الطالب علي من حيث الهدوء، من حيث الطيبة، من حيث الأخلاق. أنا نشأت في أسرة غير متعلمة بس كانوا يشجعوا على العلم للوصول للوظيفة مرموقة وإلى مكان اجتماعي عالي. ورغم أن الوالدة ما عندها شهادة جامعية بس كانت حريصة جداً على الدراسة، خصوصاً في المرحلة الأولى من الطفولة كانت تتابع معانا إذا حلينا الواجبات، وفي نفس الوقت كانت تحثنا على القراءة خارج المناهج الدراسية. فالمطالعة كانت مهمة لإيصال الدراية إلينا على أساس أستكشف وش اللي أبغى أصير في المستقبل. لأن كان طالب عندي في مرحلة المتوسطة والثانوية أيضاً، فأعرف تميزه عن قرب. إذا كنت أسأل سؤال فأتوقع أن أول شخص بيرفع إيده وبيجاوب كان هو علي. خلال الفترة الدراسية في الابتدائي والمتوسط والثانوي كنت من المتفوقين، يعني دائماً الأول على الفصل.
حبيت أن أسأل سؤال إلى الطلاب، وكان سؤال تعجيزي في تحدي يعني وصعب جدا، فما جاوبوا، ولكن علي لما أعطيته الفرصة أجاب إجابة جدا جميلة نموذجية بالفعل تلفت بأن الطالب هذا كان متميز. أغلب المدرسين يعني اللي تعاملت معاهم ساهموا في تكوين شخصيتي الحالية. دور عمتي سلمى جاب في المرحلة المتوسطة والثانوية كانت يعني مهتمة بي بكثير، يعني ساهمت واجد في تفوقي في الدراسة الابتدائية والمتوسطة الثانوية. ظهرت عليه علامات النبوغ والذكاء من قبل حتى الدراسة، فلما خش المدرسة علي كان متفوق، كنا متوقعين أصلاً درجاته، كنا متوقعين إنه بياخد ممتاز في النهاية. السر النجاح في الدراسة والتفوق في الدراسة هو العمل بذكاء وليس الذكاء، يعني إن جزأ وقتك أو إن استغل وقتك، وزع وقتك بشكل ذكي. كان شغفي وهدفي إن أدخل كلية الطب في ذيك الفترة، فكنت يعني حاط الهدف إلي أن بأوصل له. قدمت على جامعتين بس للأسف ما صار قبول. شيء طبيعي الإنسان يشعر بالإحباط. أصبت بخيبة أمل، بس في نفس الوقت قلت لعله خير، ممكن يعني الله يفتح لي باب ثاني ما دام إن هذا الباب أغلق يعني. فقررت أدخل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن هندسة صناعية. جامعة تحتاج جهد كبير. تخرجت الحمد لله أنا من جامعة الملك فهد، اشتغلت فترة في شركة مرموقة مهندس، بس كان داخلي في طموح إن هذا ما هو كافي. عندي كان رغبة في المغامرة وتحقيق هدف أعلى. قررت أن أقدم على الابتعاث وأطلع أمريكا أطور من نفسي أو أحقق طموحي اللي أبغاه. كانت فترة واحد يروح إلى المجهول. فترة الابتعاث في عام 2008 لما جيت على أمريكا فترة تحول كبيرة، كانت قفزة كبيرة بالنسبة لي، يعني أن أطلع من مكان ما عمري طلعت منه. يعني يمكن أنا انتقلت إلى جامعة الملك فهد في الظهران، بس المسافة قريبة إلى البيت، يعني ما عشت غربة. دراستي كانت بالإنجليزي في جامعة الملك فهد، بس يظل أن دولة تكلم لغة ثانية، ثقافة أخرى، قانون ثاني، كيف هذه الشعوب تفكر وش الاختلافات بيننا وبينهم. كانت أول تجربة لي كشخص جاي من قرية في السعودية، كان هذا هو المجهول أنا بالنسبة لي. مرحلة الماجستير في جامعة موري ستيت بولاية كنتاكي كانت مرحلة الانتقالية أو مرحلة التأقلم مع الصدمة الحضارية. في هذه الفترة تعلمت الانفتاح على الثقافات الأخرى، الأديان الأخرى. بنفس الوقت تعلمت كيف أوازن بين تقبل الآخر والمحافظة على العادات والتقاليد. زاد طموحي ان ابدا مرحله الدكتوراه. He's just an outstanding member of our faculties. ساعدني كثير في الجامعه في ايجاد فرص، عزز لي من ثقتي في نفسي. من هنا بدات فكره التصميم البدله.
سافر للولايات المتحدة الأمريكية حتى يبدأ رحلة جديدة في تخصص السلامة والصحة المهنية في جامعة موراي ستيت يونيفرسيتي، حتى يكتب قصة نجاح جديدة في حياته الأكاديمية. بعد نهاية مرحلة الماجستير قررت أن أخذ خبرة عملية في الولايات المتحدة الأمريكية. قدمت على كذا شركة في مجالات عدة. بعدها بدأت في العمل في شركة كوبر بي لاين في مدينة سانت لويس ميزوري. لما أخذت خبرة عملية في المصانع زاد طموحي أن أبدأ مرحلة الدكتوراه. حصلت على قبول في جامعة سنسناتي قسم البيئة الصحية تخصص هندسة السلامة وهندسة العوامل البشرية Occupational Safety and Ergonomics. كانت مرحلة بالنسبة لي صعبة لأسباب، من ضمنها ما في أحد في العائلة دارس دكتوراه. أنا كنت أول شخص في العائلة، فكنت أخوض تجربة جديدة في العائلة كاملة. خلال مرحلة الدكتوراه التخصص كان تأثير العوامل البيئية، بيئة العمل، على سلامة الموظفين. كانوا يبغوا يصمموا بدلة بحيث نتبرد عليهم، بحيث أن يقدروا يمارسوا حياتهم الطبيعية في أيام الصيف. ومن هنا بدأت فكرة تصميم البدلة. الموظفين يشتغلوا في حقول النفط يعانوا من مشكلة الحرارة، فكان عندي فكرة أن كيف نحل هذه المشكلة وكيف نخفف العبء على العمال، كيف نقلل الأخطاء البشرية المتعلقة بالتعب اللي يصيب العامل بسبب الحرارة. بدأت المشروع في الجامعة، بعدين انتقلت على الشغل في المعهد الوطني للصحة والسلامة المهنية التابع لمركز الوقاية والسيطرة في أمريكا، وأطباء الأعصاب في جامعة ميشيغان بكلية الطب. أبدوا إعجابهم بالشغل اللي سويته في معهد البحوث. بعد ما قضيت هناك سنة وقفوا المشروع. بدأت أقدم على وظائف أكاديمية، حصلت على وظيفة في جامعة سام هيوستن. كان يبغوا يفتحوا برنامج سلامة مهنية جديد في القسم. فعلا جيت بدأت البرنامج، حطيت خطة دراسية. بعد هذا التحدي لازم أبدأ مرحلة جديدة. حصلت الحمد لله على وظيفة في جامعة أمبريدا هنا. جامعة أمبريدا من أفضل الجامعات في الطيران. حكم خبرتي تعينت كرئيس قسم أو رئيس برنامج سلامة الطيران وسلامة المهنية. So safety hazard is dealing with acute and severe injury. Health associated hazard is dealing with chronic hazard. Usually is not severe but chronic. حاليا انا ادرس بالجامعه، عندي اهتمام كبير بالطلاب المبتعثين خصوصا الطلاب السعوديين. Good afternoon, Faris. How are you? Good afternoon. Doing good. How are you? Good. How's it going? So far, the research is going well. I just got the first set of the data, and also I'm having difficulties going to the hangar. علاقتي مع الدكتور علي أكثر من مميزة. هو في البداية دكتوري وزميلي وصديقي، ساعدني كثير في الجامعة في إيجاد فرص، منها البحث والوظائف، وعزز لي من ثقتي في نفسي. عندما نشتغل في الصيف الحرارة جدا عالية. ثانيا هذا الانجن V6، فبالتالي صوته جدا عالي، فبالتالي يأثر على السمع،
إذا ما كنت لابس البي بي إي، هذا البي تي 6، هذا برضو الكونتيننتال البي 6. He's just an outstanding member of our faculties. When we were looking to fill his position, what really stood out to me was his long publication records. And also, he had put together a pretty impressive occupational safety lab at his previous institution. And we're now looking to do that same thing, so we're super excited to have him on board to help make that happen. So I know you're working with fleet maintenance right now to collect data. The long-term goal is to design a cooling vest that will help to mitigate the heat stress on all these population. Currently, we are collecting data to calculate or like build the mathematical model to find the best design for the cooling vest. The invention Ali is working on, I think, is going to be hugely important to a variety of different areas, from the military to first responders to factory workers. Then creating some sort of cooling vest that would help prevent that is going to be hugely important. مشاريع المستقبلية إن شاء الله أخلص مشروع البدلة وأخذ براءة اختراع عليه وإن شاء الله يفيد البشرية يعني. عندي تعاون مشترك مع بعض الجهات في المملكة العربية السعودية وأتمنى أن خبرتي اللي اكتسبتها في الولايات المتحدة الأمريكية أقدر أطبقها هناك. وأنا لي شرف أن أكون جزء من هذا مركز البحوث مع شركة بوينغ. أصبح خير سفير للمملكة. نجح أن يكون سفيراً للمملكة بامتياز. ظل الدكتور علي الجارودي متمسك بجذوره، لكنه كان كذلك منفتح على العالم. همه اكتساب الخبرات لأنه كان يبغى يكون عنصر فعال ومساهم في تطوير التعليم العالي والأبحاث العلمية في المملكة. برأيي الدكا وتشجيع العائلة للتحصيل العلمي العالي والشغف بحب الاستكشاف والعلم والتعلم، كل هذه أسس قوية أدت إلى هذا النجاح اللي وصل عليه في الوقت الحالي. He's a type of person, you know, pay more attention to the details. That actually sometimes determines whether a person can be successful or not. الرحلة إلى أمريكا، العيش في مدينة كبيرة، مع الوقت يعني تأقلمت، تعرفت على الثقافة. مدينة ديتونا بيتش مدينة صغيرة مطلة على البحر، هادئة، ناس يعني تقضي معظم أوقاتها على البحر. علاقتي بالبحر ممتدة منذ الطفولة. البحر يذكرني بمواجهة الحياة، فيها لحظات جميلة هادئة مثل أمواج البحر، ولحظات صعبة مثل أمواج البحر لما تهيج. شعور الصيد يعطي طاقة جديدة، يخفف الضغط النفسي وضغوطات العمل، ضغوطات الحياة، ويعطي تجديد صبر والمثابرة في الحياة. Dr.
علي, he's a very good colleague, so he supports me a lot. Hello, how are you? Good, good. Good to see you. Yeah, absolutely. When Dr. Ali came here to the United States, there should be at the very beginning, it's also very challenging for him as well, because to adapt from one culture to another, between the Western and the Eastern, and there's a lot of difference. But sometimes it's difficult to, you know, say it in language. Sometimes you just feel the difference. So what do you usually eat in Saudi? Our traditional dish consists of rice and meat or chicken. Oh, we call it kabsa. I cooked that last year for my student. Well, I should be your student. جامعة إمبير ريدل أو جامعة ريدل جامعة معروفة وعريقة في الطيران, من أفضل 10 جامعات في العالم, تسمى جامعة هارفارد للطيران. حالياً الجامعة تأسس مركز بحوث كبير, وأنا لي شرف أن أكون جزء من هذا مركز البحوث مع شركة بوينغ. The invention Ali is working on, it is challenging because you have to find the right equipment and you have to be able to get it in the lab and make sure that it's a usable space. أتمنى أن خبرتي اللي اكتسبتها في الولايات المتحدة الأمريكية أقدر أطبقها هناك. المملكة حالياً تشهد نهضة حديثة, تطور جديد في جميع المجالات, من ضمنها مجال التعليم. يعني في السنوات الأخيرة عندنا صار المجلس الأعلى للسلامة, المجلس الأعلى للصحة, عندنا مكتب تحقيقات الحوادث الطيران. هذه قفزة كبيرة صراحة. أصبح خير سفير للمملكة, وذلك بتعريف الثقافات الأجنبية عن الثقافة السعودية, كما أنه لم ينسى هويته الوطنية ولا دينه. بدون أدنى شك نجح, ونجاح باهر جدا. نجح بأخلاقه, نجح بهدوءه, بالتزامه, ونجح بتفوقه وتحصيله العلمي البارز المتميز. نجح أن يكون سفيرا للمملكة بامتياز. أحاول أمثل وطني وديني بأفضل صورة. في أفكار خاطئة عن المجتمع العربي وعن المملكة, يعني حاول أصححها. فيحتاج الإنسان يوضح إلى الناس اللي هنا وش هو هدف المملكة, وش هو الهدف السامي, وش هو الهدف الإنساني للمملكة. Thank you.